النهارده في برامج هي اللي بتكسب، تقدر تصغر الانترفال اللي انت بترسم عليها دي تخليها هو الكمبيوتر يشتغل ويجيب لك سميث كيرف ايه الحكايه، وبالتالي يجيب لك الاكيورسي لغايه بونت لغايه Thank you.
عشان يمثل المعادله دي بسهوله. انا المره اللي فاتت قلت لك طريقه بس على قد الوقت انا ساعتها. هي مش الطريقه المثاليه ومش السريعه. مش السريعه. في واحد اصلا عملها كتير جدا. ازاي بقى؟ المره اللي فاتت كنا قلنا اللي بنعمله ولا اللي بتعمله. طيب. بس يبقى عندنا معادله
نشوف نقص التقاطع. عايز تجيب المعدل. هتعمل ايه؟ نقص التقاطع. هتيارك؟ اشوف الزد. اكس بلس بي واي بلس. فين كده طيب؟ شال بقى ابن احنا كده شفنا اكس على ايه؟ ايه؟ ايه بلس؟ واي وزد صفار حطيت على اكس بكام؟ اربعه اربعه حط منه اختاره يبقى اكس على اربعه تساوي واحد يبقى عندنا اكس بكام؟ باربعة كده ولا ايه؟ يبقى على طول في زي كام؟ ايه؟ تبقى كام؟ ثلاثة ولا ستة؟ ست ست ليه؟ لأن النقطة دي زد بزيرو اكس بزيرو لو حط زد بزيرو واكس بزيرو وقعدت معجبين يبقى ست صعب ولا مش صعب؟ طريقة أسرع؟ عموما ده بص يعني ده مش المفروض يعني دي حاجات أنتوا عارفينها بديهية يعني. والله المفروض تبقى بديهية. تعرفها من تالتة إعدادي كمان. ما عندناش تعليم عالي معلش، ما عندناش تعليم بقى مجاني. لا مش كده عشان أنا هخلص ال اتكلمت كتير عن الكلام معايا موضوع
شباب اسمع يا ابني، لما اتكلمنا في الموضوع حته التقاطع المستقيم على مستوى، قلت لك المرض المستقيم دوت مستوى اي مستوى نقطع اي المستوى دوت اللي عملناه عموله ده الجديد ده نقطع مع المستوى الاساسي يطلع خط واشوف علاج الخط الجديد والخط الاصلي ممكن تطلع العلاقه ايه، ممكن يوازيه ممكن يضعف ممكن ينطبق عليه. ثلاث حلول ثلاث حالات على نفس الكلام اللي هو معايا، لما يكون معايا ثلاث مستويات خمس مستويات اتفقد الخط، لما اجي اطلع مع المستوى الثاني ممكن الاقيه يوازيه ممكن الاقيه بيضعف ممكن الاقيه ينطبق عليه جواه. طيب لو بيضعف يبقى يضعف نقطة وتبقى مجموعة الحل عبارة عن نقطة، تجيب إحداثيات تعرف تجيب إحداثيات نقطة تعرف تقيس الإكس والواي وتشوف الزد بكام وتكتب على جنب إحداثياتها تقول لي مجموعة الحل كذا كذا تعرف ده لو كان فيه إيه؟ لو كان فيه تقاطع، لكن لو كان منطبق يبقى واقع في المستوى تبقى مجموعة الحل كام حل عدد لا نهائي. كل نقطة مستقيم ده حلول صح؟ طب لو في وزير كده مفيش حاجة مفيش حاجة، بس بصراحة يعني متعودين أي ثلاث معادلات نحلهم يطلع لهم حل. أنت متعود على كده؟ ولا جربت مرة تحل ثلاث معادلات وما لقيتش فيها حل؟ أه طبعا لما تترمي وتطلع بزيرو. إحنا بنعمل تيست كده قبل ما نحل ونجيب احتياطي ونشوفه كام صح؟ ولا اصلا نعمل كده؟ نعمل كده ولا نعمل كده؟ احنا بقى بنحطها كالكتر، احنا بنثق في كالكتر اكتر من ال هو قادر اه كالكتر اضرب صح. كالكتر موضع بتاع حد موضع لا ولا ايه؟ 400,000 دي بقى بديل عليه كم معدل بقى؟ أربعة أربع معدلات. إيه الأربع معدلات بقى؟ معدل الأربع أوجه، ثلاثة بتوع الوجه والقاعدة. لو هرم ثلاثي دي كم وجه؟ أربعة، ثلاثة والقاعدة. والقاعدة؟ يبقى أربعة. يبقى عندي كم مستوى؟ أربع مستويات. الأربع مستويات اتخذوا مع بعض في مستقيم. ايوه كده برافو عليك. لا مش مفعول. لا تقطع. اقول ايه بقى؟ اقول تسمع الجمله دي؟ ثلاثة متقاطعين مع بعض. تسمع الجمله دي؟ كل المستويات. ثلاثة متقاطعين مع بعض في الراس. اقول الأربع مستويات يحصروا بينهم أرض. الأربع مستويات مش قطعوا مش مجموعة حل الأربع مستويات. مجموعة إيه؟ أقول الأربع مستويات يحصروا بينهم هرم ثلاثي. يعني ممكن السؤال في الامتحان اجي اقول لك كده مثل المجسم المحصور بين الاربع معادلات دول. الاربع مستويات دول. ايه ده ممكن ده يبقى سؤال؟ اه كل حاجه عادي. لا مش كل حاجه عادي، قلت لك سؤال على قد اللي بتقول لك بس. على قد اللي بتقول لك. لا 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 يبقى جاوب السؤال ده ازاي؟ انت اللي بتضحك انت مستغرب. ايوه لما اجي السؤال يبقى نصه كده بس بلاش اكتبه على الصفحه. نص السؤال مثل المجسم الناتج او المحصور بين اربع مستويات وديك اربع معادلات. حد يقول لي اول مجسم يبقى ايه؟ هرم ثلاثي ده رقم واحد. رقم اثنين مثل هرم ازاي اتفضل؟ برافو عليك. انا عامل صوتي عشان او نوع من المدير. كل ده مستوى فيهم نعتبره مستوى قاعد. من الاربعه. نعتبره مستوى قاعد. ماشي وبعدين؟ اه كل مستوى من الباقيين معاك. انت كم
6 صن حضرتك طيب يا مع السلامة. مش عايز اشوفك تاني.